مشاهدينا، هناك الكثير من الناس يقنع نفسه أو يسلم نفسه لبعض الكلمات أو الجمل اللي ما لها وجود بالأساس، ويسلم نفسه لكلمات سلبية مثل كلمة ملل، يسمح لهذه الكلمة أن تسيطر عليه، والبعض الآخر يتخيل أمور أساسا ما لها وجود. كل هذه الأمور تتعلق بعقلك الباطن. راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الدكتور حسن المساوي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور، الوسواس القهري هل هو شيء عادي؟ يعني احيانا الواحد يقول مثلا، يقول انا رحت الطبيب اليوم لان كان بطني، قالوا شنو، انا يحوشني مثل عوار بطني او اتلمس بطني، هل هذا وسواس قهري ولا هذا شيء طبيعي؟ هو شوف، يعني احنا دائما نقول الوسواس شيء عادي اذا كان في حدود الاعتدال، بمعنى ان انا اوسوس لشيء معين، يعني انا ماني متاكد من هالشيء هذا، لكن لربما يكون من باب الحذر، وهذا انتبه لهالشيء هذا. حلو. هذا شيء طبيعي، لكن لما اكون موسوس في جميع الاشياء وفي جميع المواقف، في اذا هذا لا شيء غير عادي، لان هنا عاد لما خاصه لما في فكره معينه، احيانا تكون هذه الفكره سخيفه ما لها اي اساس من المنطق، بس الفكره هذه تسيطر علي، احاول اني انا اوقفها او اتحايل عليها، لكن ما اقدر، احس ان الفكره قاعده تدفعني وتجبرني وتخليني اقوم بسلوك معين، بتصرف معين، فلما اقوم بهذا التصرف اشعر براحه وقتيه شويه، بس بعد ذلك اشعر بنوع من التعب النفسي، وربما يكون نوع من الاكتئاب، لان دائما الاكتئاب يكون مصاحب لاي حاله نفسيه، فلذلك احس بالتعب، ارد مره ثانيه او ترد الفكره مره ثانيه ايضا تسيطر علي، اذا انا اعرف ان الفكره هذه ما لها اي اساس من الصحه، لكن مشكلتي انا ما اقدر اتخلص منها، اذا من هنا نقول هذا نوع من اضطراب. لكن لما الواحد يسمع يقول لك والله انا حسيت، لان انا ماني متاكد من هذا الشيء، خلق عندي شيء ما كان موجود، يعني مثلا لما رحت للطبيب يقول لي الطبيب يقول والله فيك كذا كذا، انا هذا الشيء ما كنت متوقعه، لكن لما الان قال لي الطبيب هذا بديت شويه اخذ حذري، اخذ شويه انتبه للسالفه، لا الموضوع فيها شيء، اذا هنا عاد لازم ادير بالي على نفسي. حلو. بس دكتور حسن، هناك مصطلح يسمونه وسواس الافعال الجبريه. نعم. شنو هذا الوسواس؟ هو يسمونه الافعال القسريه، يعني يحس ان الانسان لازم يقوم بهذا العمل، شوف كلمه لازم، مو يعني يمكن او عليه، لا لازم، في نوع من الاجبار. اعطنا مثال. اجبار النفس يعني. يعني مثلا واحد يقول لك والله انا يعني انا طفيت الليت، لا كأنني ما طفيت، لازم اروح مره ثانيه اسكر واطفي واطفي من هالكلام، او اني اقول مثلا دخلت بريل اليمنى ولا بريل الشمال، اروح وارد ارد، يعني فعل، وانا ادري ان انا هذا شيء مو مهم، مو اساسي، دخلت برجل الشمال ورجل اليمين ما مشكله، بس انا في نفسي كأن اقول اذا ما سويت الشيء هذا اني ادش برجل اليمنى، معنى انه راح يصير شيء معين، اذا فكره الفعل هذه الفكره تسيطر علي وتخوفني وتهددني، وانا ايضا من الاساس عندي نوع من خلينا نقول في اضطراب عندي في الشخصيه، او اني عندي قابليه لان اكون بهكذا شكل، لذلك اتاثر بشكل قوي، لان خايف انا شنو قاعد افكر بالنتائج السلبيه، اذا انا ما سويت هالشيء هذا، او اذا ما طهوعت الفكره اللي في بالي ان ربما راح يصير شيء أسوأ، اذا علي ان ايش؟ علي ان اطاوع الفكره هذه، والا في شيء خطر راح يصير فيني، هو قاعد يخوف نفسه من يعني من نفسه فكرة معينة تسيطر عليه وتخوفه وتخليه. شنو أكثر وسواس موجود تشوفه بمجتمعنا وايد، يعني عندكم بالعيادة ينكم يعني؟ والله الوساوس يعني أنواع كثيرة، بس أنا أكثر شيء الآن أشوف اللي هو الوسواس النظافة، يعني خاصة عند جماعة معينة، النظافة والاهتمام بالجسم والشكل وهذا، ودائما لازم أكون بشكل معين، دائما أنا غسلت إيدي ولا ما غسلت إيدي، تسبحت ولا تسبحت، يعني الصرف ما بشكل غير طبيعي. الآن هذه يمكن شوية أنا أشوفها أقل خطورة من الوسواس اللي صاير عند الكثير كثير كثير من الشباب الآن، الوسواس المعتقدات، يعني قاعد يقول لك والله أنا في اثبت لي أن في الله، وشلون صاير وليش صاير، هذا نوع من الوسواس طبعا، فكره الحاحيه مسيطره عليه، وبالتالي يحاول ان يقنع نفسه بان نعم في الله، لكن كانه في واحد داخله يقول له لا اثبت لي، وكل ما جاب اثبات حق نفسه يرى بان هذا الاثبات غير كافي غير مقنع عليه بالمزيد. موجود احنا عند الشباب دكتور؟ نعم.
موجوده عند الشباب شباب وخاصه الفئه العمريه اللي يعني خلينا نقول ال 20 الى 25 يعني بدايات التدريب لما يكونون يطلعون من الثانويه الى الجامعه الى مجتمع جديد خاصه الناس اللي تسافر تروح برا وترد في افكار جديده فبالتالي عندها نوع من خلينا نقول يعني تشويش فكري والتشويش الفكري يخليه يعيش في حاله من اضطراب اضطراب نفسي لان اثبت لي دائما مو بس اثبت لي جيب لي دليل مقنع هذا علاجه عندكم ولا عند عالم دين والله انا اعتقد عندنا اكثر عندكم لان عالم الدين يعني يحاول ان يقنع لانه هو عنده فكره غير على الفكره مشكلتنا مو مع الفكره فهمت. مشكلتنا احنا مع نفسه هو شلون عنده هو اضطراب هذا نفسه ايوه في اضطراب في 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 خلل في شخصيته في عدم خلينا نقول السلام الداخلي عدم الانسجام هو عنده هو عنده اضطراب والاضطراب هو اللي يدفع القيام بمثل هذا السلوك اذا احنا علينا شنو احنا نعالج الاضطراب نعالج الافكار اللي تدفعه الى القيام بمثل هذا السلوك حلو نعم. بس دكتور طبعا هذا ما يمنع ان رجل الدين ايضا يتدخل في انه تصحيح بعض المفاهيم اللي عنده كلامك هذا يمكن قاعد يخليني اتساءل هل المشاكل اللي احنا قاعد نعاني منها حاليا بالمجتمع مشاكل اجتماعيه مثلا نعم. والمشاكل الاقتصاديه هل فعلا تخلق هذا النوع من الوسواس ولا ما لهاش طبعا لا تاثير يعني هو شوف احنا دائما نقول يعني الحياه عباره عن منظومه متكامله يعني انا ما اقدر افصل الجانب النفسي عن الجانب الاجتماعي عن الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي كله داخل داخل يعني اي شيء اي خلينا اي خلل ياثر في جانب ياثر على الجوانب الاخرى لانك الانسان عباره عن يعني كل متكامل يتاثر باي شيء الان لما في ضغوط لما في شعور بتهديد شعور بعدم الامان شعور بالرفض شعور بالنبذ شعور بالبطاله شعور بعدم الانتاج عدم الاداء عدم تحقيق الذات كل هذه المشاعر السلبيه تؤثر على نفسيته وبالتالي يحس في حاله من التوهان وايضا يكون في حاله عدم الاتزان نعم. عدم الاتزان النفسي وهذا ايضا يؤثر في سلوكه وفي تعامله مع الاخرين نعم. اذا انا اعتقد ان اي شيء يحدث في الحياه عاد هنا عاد درجه الصلابه النفسيه عند الفرد يعني تختلف واحد للثاني واحد عنده القوه على التحمل واحد لا ما عنده القوه على التحمل طيب دكتور الحين نبتعد شوي عن الوسواس وبنتكلم عن الملل نعم. الملل هل الملل عندكم انتم حاله نفسيه ولا لا اول والله احيانا الملل والسأم ذلك يكونون اعراض من الاكتئاب الاكتئاب يعني ولذلك احنا احيانا ايضا نقول يعني الملل والسأم احيانا يكون اعراض للاكتئاب واحيانا يكونون اسباب للاكتئاب يعني بمعنى ان واحد مثلا ما عنده اي هوايه ما عنده اي شيء يسلي نفسه فيه او ما عنده اي شيء يعني خلينا نقول يشغل نفسه فيه وعنده وقت فراغ كبير وبالتالي يحس ان هذا الوقت الفراغ الكبير اللي قاعد يروح منه وما قاعد ينتج ما قاعد يؤدي ايضا محققه بالسأم او انه من النوع اللي ما يحب بيجدد من نفسه نمطي يعني نفس الشيء قاعد يسويه يوميا نفس السلوك نفس التصرفات نفس الحياة فما في أي تغيير ما في أي تجديد في صحيح. نوع من الملل أو إنه مثلا ما عنده تخطيط ولا عنده تنظيم للوقت ما عنده مثلا اليوم أروح كذا اليوم بكرة أروح كذا 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 يعني عنده أهداف وقاعد يشتغل عليها فيحس إنه ما قاعد يسوي شيء لطالما إنه ما قاعد يحقق شيء ولا قاعد يحقق أهدافه ولا يشعر بالإنجاز الداخلي ولا عنده أي شيء يمكن يشغل نفسه فيه فيحس فهو مرض نفسي يعتبر ملل هو طبعا هو عرض من اعراض الاكتئاب عرض من اكتئاب ولذلك احيانا نقول اذا اردنا ان لذلك انا لما اجي واحد يقول اكتئاب عندي اكتئاب او احس بالملل او احس بالضيجه اول سؤال اساله هل شنو هواياتك؟ شنو الاشياء اللي تعملها؟ عندك هوايات؟ عندك انشطه معينه؟ يقول لا والله ما عندي هوايه ولا شنو عندك؟ قاعد اطالع التلفزيون هاي مو هوايه اني قاعد اطالع التلفزيون هوايه انك يعني تمارس رياضه يا قراءه يا كتابه اي حاجه اي نشاط الاوت دور نشاط اي نشاط خارجي عشان انك تحس انه فعلا في انجاز وفي اداء وفي عطاء وفي صحيح. تغيير وتجديد في النفس بس هل الانسان اللي يحس بالملل سواء كان احد اسباب الاكتئاب او نتيجه الاكتئاب المفروض انه يراجع مثلا نقول دكتور يعالج له المشكله هذه ولا ممكن يحلها مع نفسه هو انا اعتقد لازم يراجع الدكتور على اساس انه يعرف ليش هل هو يحس ان الحياه ما فيها شيء يعني تونسه يعني احيانا الناس يكونوا مكتئبين يقول لك والله ما في شيء في الحياه شيء يعني شيء يونس الواحد يقدر يشغل نفسه فيه فلا احنا لازم نوضح له ان ترى في اشياء حلوه بس انت مو منتبه لها نعم. الشيء الثاني اذا انت بحثت
ابحث انت شنو عندك وابحث عن الشيء اللي الموجود عندك وتحاول انه ايضا تحققه في الشيء الموجود في الواقع. في ناس قاعد تجيكم؟ نعم نعم. هو طبعا ما يجون، هو ما يجون على اساس ان الملل ولا ما في احد الملل، هو يجون على الاكتئاب. اكتئاب هو من يعني من كلامه يقول احس بالملل، احس ان حياتي يعني قاعده تروح هباء منثورا، ما في تغيير، ما احس بطعم الحياه، يعني وصل لمرحله اللي احنا نسميها ادادونيك، يعني ما استمتع بالحياه، ما استمتع بالحياه. فلذلك هذا الانسان اللي يقول هذا الكلام معنى انه ما في يعني في فراغات كبيره في حياته، ما في اشياء يعني تشغله، ولا في اشياء هو يونس نفسه بنفسه او يروح مني منك، دائما يعني قاعد انطوائي انعزالي، ويحب انه يعني شيء يتغير بدون ما هو يتغير. فهذا انا اعتقد انه هو طريقه تعامله مع نفسه، طريقه رؤيته للامور، طريقه ايضا يعني فهمه وادراكه للحياه، هذا السبب في انه يعيش في حياه من الملل. اكيد. بس دكتور الاكتئاب اكيد يكون درجات. طبعا. اوكي. طبعا. اي درجه المفروض الانسان يستعين بدكتور عشان يساعده انه يتخلص من هذا الاكتئاب؟ انا اعتقد يعني من يعني هو في الخفيف وفي متوسط وفي الحاد. نعم. لما يوصل لمرحله الخفيف يعني ممكن انه يمشي امور حياته، ايش بس لما يوصل للمتوسط معنى ذلك انه في خلل او في الان عرقله في حياته. شنو الاعراض عشان يعرف؟ يعني يحس انه ما له خلق يسوي شيء. يحس ان علاقاته الاجتماعيه قلت، يحس ان مزاجه يتعكر بسرعه وبالتالي بسرعه يعصب، يحس ان ما له طاقه ما له خلق يسوي شيء، يحس ان صداقاته قلت. فلذلك هذه الامور النوم عنده تعالي من ناحيه الفسيولوجيه، النوم الاكل يعني النوم يزيد لا يقل، احيانا يزيد واحيانا يقل يعني حسب يعني الفرد نفسه. وكذلك الاكل، في ناس تقبل على الاكل. نعم. حيل، وفي ناس لما يدخلوا في عالم الاكتئاب يكون عندهم الافراط في الاكل، وناس ثانيين لا والله ياكل او ما ياكل. فلذلك صحيح. المهم تغير يصير في الشهيه وتغير في نمط النوم. اذا هذا معناه في مؤشرات لازم يلحق حاله عشان يغير، والا بعد ذلك دخل في الحاد، معنى ذلك انه يحتاج الى علاجات دوائيه. يعني انا منك دكتور استشارة الحين على الهواء اللي نساء الكويت عكسية، بس هي مو شرط للنساء. هل الديوانية دكتور تقلل من الاكتئاب؟ هو شوف يعني دائما احنا في لغة علم النفس عندنا شيء الاتزان او التوازن، بمعنى لا افراط ولا تفريط. اذا انا لما اروح الديوانيه بالاسبوع مرتين ثلاث والساعات محدوده، انا اعتقد هذا شيء ايجابي، شيء ممتاز. حلو. اما انه والله تقلل من الاكتئاب شوي. اي انا دائما اقول شيء دكتور بس هم اما انه والله يعني ساعات طويله واصبح يعني كانه كتاب مقرر لازم ادرسه. نعم. ليليا اروح ايضا يعني هنا يعني يصير في نوع من المرض، يصير في اكتئاب. العكس يصير، المرأة يصير فيها اكتئاب. المرأة طبعا يصير فيها اكتئاب لأنها تصير نفسها وحيدة، يعني زوجها قاعد بالديوانية وهي قاعدة بروحها ما قاعدة تسوي شيء، فراغ كبير وتحس بالهجر وتحس بالهجر. فنضحي منه دكتور الحين؟ الريال ما يروح الديوانية يحوش اكتئاب، ولا نضحي بالمرأة انه يروح الديوانية والمرأة يصير فيها اكتئاب؟ والله شوف احنا ما نبي نضحي بأحد، احنا نبي الاثنين يتفاهمون. يتفاهم يقعد مع زوجته ساعات وبعدين يروح له ساعتين ثلاث الديوانية يغير الجو، يرد مرة ثانية أيضا يجدد الحياة معها. مشكلة يعني دكتور تدري شنو؟ هو يطلع يروح الديوانية بس يقولها أنت قاعدي بالبيت ما تروحين عند صديقاتك. فهم اللي يسوون شيء. شلون ما تروح عند صديقاتك يعني؟ بالضبط، يعني هو يروح يقعد مع اصدقائه ويستانس وهي يقول لها قاعدي بالبيت لا تطلعين. هو لا يمكن يقول لك والله انا الديوانيه كجزء من ثقافه المجتمع، وديوانيه مكان الواحد يقدر يعبر ويدري شنو قاعد يصير في المجتمع. اما عند الحريم شنو فيه؟ في جاي ضحى بس الحين دوامات خلتهم ما اي لا يعني ما عندهم شيء. سوالف يعني شنو سوالف يمكن عن ما ادري قصدك شنو دكتور؟ ما يسولفون عدل. الله يعافي التليفون. سوالف يعني عن شنو؟ عن البيع، عن الشراء، عن يعني السفر، عن يعني معلش نقول يمكن مواضيعهم مواضيع الحين يعني رمضان قرب ما تحبك مواضيعهم يعني مو مواضيع مثل مواضيع الرجال اللي يتكلمون عن مثلا قضايا سياسيه اجتماعيه نفسيه، امور كثيره شويه فيها نوع من يعني اكثر سيريس يعني. حلو. بس دكتور احد المعدين طالب منك يقول نبي وصفه تساعدنا على النوم الهادئ. النوم الهادئ طبعا اول شيء يعني احنا نقول مو بالكم
مو واحد يقول لازم انام 7-8 ساعات، لا، يمكن ينام 7-8 ساعات ما ينام كله يتقلب بالفراش او تصير الاحلام مزعجه، لا، ابي انام وانا مرتاح، ساعتين كافي. اذا انا طبعا قبل النوم لازم شويه يوغا، استرخاء، سماع شويه موسيقى هاديه، شرب حليب دافي، وشاور ايضا يساعد، يعني حتى لو تسبح بالليل دافي قبل النوم بساعه، كل هذه الامور تساعد على الاسترخاء ويروح يحط راسه وما يحاول انه يعني يفكر في اشياء سلبيه، وهذا يحاول انه يتخيل شيء حلو ويعيش بهذا الخيال، وعشان انه بعد ذلك يروح ينام. هالايام الدكتور يبيعون ماي تشربه اللي يساعد هذا يساعد يعني فعلا؟ والله انا في بعض الناس يقولون احنا استفدنا من هالشيء هذا، وبعضهم يقول لا والله ما 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 في شيء كيميكال يعني يخلي الواحد، ولا هو مخدر ولا شنو بالضبط؟ هو في نوع من التخدير، هو في نوع من يعني التخدير يخلي يعني الواحد يعني يقولون، بس انا ما شفت انه في يعني شيء حسب ما هذا. بما انك دكتور اتفقت معي على الديوانيه، دكتور حسن المسوي استشاري نفسي اجتماعي، شاكر لك حضورك. الله يسلمك، الله يخليكم، مشكور دكتور، شكرا لك. الله يخلينا، وصلنا لختام حلقه اليوم، نشوفكم ان شاء الله باكر حلقة جديدة من الكويتي. مع السلامة. مع السلامة.